يعقوب دلوقتي بقى معانا عبر سكايب عشان نعرف منه تفاصيل اكتر عن تجربته. مساء الخير يا يعقوب، منورنا. مساء الخير تسان، بقالك زمان ما نورتناش. اهلا اهلا بيك يا يعقوب، يا هلا والله، اشتقنا لك يا يعقوب. يعقوب في البدايه عايز اقول لك الف مبروك طبعا، ومبروك ان انتوا خلصتوا التصوير، وعايزك بقى تقولي كده النهارده ليه قررت ان انت تخوض مجال التمثيل وبالتحديد من خلال الفيلم ده. بالبدايه هالفيلم اول شيء قريب مني، بيشبهني، بيشبه الناس. وكان لي اكثر من فتره عم بحاول اني الاقي عن جد شيء يشبهني. حلو. والحمد لله يعني كان دوري بالفيلم فيك تحكي يعني دور اساسي، وهذا الشيء كمان زاد علي نوعا ما حمل ومسؤوليه كبيره. صح. حلو حلو. طيب يعقوب، يعني هل في اي مخاوف بخصوص ان اول تجربه تمثيليه ليك؟ في المقابل كمان خلينا نعرف ايش الشيء اللي محمسك اكثر عشان الفيلم حينزل قريب والناس يشوفه. يعني مخاوف صراحة شوي، أكيد في مخاوف، لكن لما أنا أخذت هاي الخطوة كنت متأكد منها 100% أني أنا بقدر أعملها. حلو. عملت تريننج كتير قبل الفيلم وخلال الفيلم كمان. حلو. كان إشي عن جد كتير حلو. طب جميل. تجربة رائعة بالنسبة لي، متعبة نوعا ما لأني مش متعود على هذا الشيء. بالعادة نحن بنصور كليب لأغنية معينة، لكن هذا فيه إيموشن، فيه يعني بدنا نكون حاضرين بكل الجوانب. إيه. لا التمثيل نحن عارفين عقوب بياخد ايام واسابيع وشهور على حسب المشروع طبعا. تكلم عن نفسك لو سمحت، انت عارف انا مش عارفه. فعارفين فعلا الشيء اللي بتتكلم عنه، بس نحن متاكدين انه ان شاء الله حيكون حاجه حلوه وبتليق بيك وباسمك كمان باذن الله. الله يخليك يا رب. طب يعقوب، عايز اعرف منك، الفيلم بيتكلم عن السوشيال ميديا في حياه الناس، قد ايه بتشوف حياتك مرتبطه الايام دي بالسوشيال ميديا ولا ما بتعنلكش قوي؟ بالعكس، السوشيال ميديا هي كل شيء بالحياة، وفي ناس بتستغلها بطريقة حلوة وبتقدم إشي حلو للناس وبينفع الناس، وفي ناس بتقدمها بطريقة كلنا بنشاهدها وبنضحك عليها مرة. بس والسوشيال ميديا متاحة للجميع، للكبير للصغير، فقديه حلو إنه نحن بهالفيلم نخاطب كل فئات المجتمع يلي صارت اليوم أسيرة للسوشيال ميديا. وهون عن جد بدي اتشكر انام برو مستر نديم مهنا اللي هو البروديوسر والدايركتور كمان، والسيناريو اللي عمله فؤاد كمان، وكل المؤثرين اللي شاركوا معنا. قد ايه كان حلو انهم ينوروا على هذا الشيء، ينوروا على السوشيال ميديا وكيف مربوطه بحياتنا ومشاكل حياتنا. حلو. طيب عن جد شيء حلو، انا متاكد راح تحبوه. حلو حلو، احنا متاكدين كمان يا يعقوب. طيب يلا خلينا نعرف الناس يا يعقوب، احكي لنا عن شخصيتك في هذا الفيلم، وايش علاقته بباقي الشخصيات كمان؟ هي شخصيه بتشبهني، هذا اللي بقدر اقول لكم اياه، بتشبهني الى حد ما وما بتشبهنيش الى حد ما، يعني في نص بشبهني ونص تاني ما بشبهني. بقول لك بس هذا لغز، قديه التناقض موجود بشخصيات الناس، وقديه التناقض هذا عم نشوفه وبنلمسه. ويعني الحمد لله قديت نوعا ما حلو، وانا راضي عن الشيء اللي قدمته، وان شاء الله الناس تحبه كمان ان شاء الله. وكمان بدي اتشكر الفنانه جوال حمصي اللي هي عن جد ساعدتني اني انا اقدر اكسر كل الحواجز واكون يعني على عتبه التمثيل، فهذا الشيء عن جد كان كتير حلو بالنسبه لي. دي النقطه اللي انا كنت لسه عايزه اكلمك فيها يا يعقوب، عايزه اعرف انت ازاي حضرت للدور، وهل مثلا اخذت كورسات في التمثيل؟ ايه الحاجات اللي ساعدتك ان انت تأدي الدور بالشكل المناسب على الشاشه؟ اكيد يعني قبل التمثيل، قبل نتوجه على لبنان، عملنا اكثر من سيشن زي ما قلت لكم مع فنانة جوال حمصي، ساعدتني كثير صراحة. وهناك بلبنان كمان عملنا، لما شاركنا مع الممثلين كمان عملنا سيشنز. حلو. برغم الظروف الصعبة اللي كانت موجودة أثناء التصوير بلبنان، إلا إنه إحنا قدرنا نعمل عن جد شيء حلو. طب حلو. عن جد من قلب الصعوبة هاي يعني قدرنا نقدم شيء حلو. جميل. طب وهذا هو كمان. هذا الشيء كمان كنت حاب أسألك عنه يعقوب، هل في كان أي مشاهد صعبة كانت بالنسبة لك أثناء تصويرها أثناء تأديتها؟ يعني هلا كبداية لإلي استصعبت نوعا ما ب يعني بديش أقول كل المشاهد، إلا إنه في معظم المشاهد كان في إشي شوية صعوبة بالنسبة لإلي.
بالذات البداية كانت شوي صعبة وعدناها أكثر من مرة. حلو. هي أول مشهد كان لإلي. إلا إنه خلاص تعودنا يوم بعد يوم. مين كان بيساعدك يا عقوب؟ مين اللي كان بيخليك يعني تعدي هذه الصعوبة؟ مين كان دائما تحسه بيهون عليك الموضوع؟ غيرنا طبعا. أكيد 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 التيم اللي موجود معنا، الممثلين الموجودين معي، يعني لورا حباز، ساندي فرح، هبة نور، يعني كل حدا كان يعطيني من خبرته ويساعدني إني أنا أقدر عن جد أبين معهم كأنه متقن هذا الشيء. جميل. صراحة أنا استغربت من حالي ما كيف بقدر أكون. لا بالعكس، يعني أنت عرب آيدول ومكسر الدنيا ومكسر الدنيا كمان في التمثيل. إن شاء الله يا رب. طيب يعني بعدين جربت أنا أكثر من مرة، يعني غير الغناء والفن، جربت كمان ان اكون بريزنتر وقدمت معكم. أيوة. حلقتين. لا لا كده بلاش يا جوب. لا لا بليز. أيوة. اكل عيش انا ده، معلش يعني خليها على جنب دي. ولسه لا ليك نصيب في حلقه ثالثه ان شاء الله. ان شاء الله. صحيح صحيح ان شاء الله. طب يعقوب، عايز اعرف منك ميعاد نزول الفيلم، هيتعرض فين، تفاصيل، انت عارفني بحب التفاصيل قوي. ميعاد نزول الفيلم اللي بقدر اكد لكم اياه انه مش هاي السنه، حيكون ب 2022. عم بياخذ وقت كتير تحضير هذا الفيلم، وان شاء الله بال 2022 حينزل ان شاء الله باذن واحد احد. يا رب باذن الله. يعقوب انا طبعا مشكوره جدا على وجودك معنا النهارده، واكيد بقول لك الف الف مبروك مقدما على الفيلم وكل الاعمال اللي جايه ان شاء الله. حبايبي شكرا كتير لكم لا تريندينج، يعني انا بمسط لما اكون معكم، انت جزء من العيله. اكيد. وكمان بدي اتشكر عن جد بلاتينوم ريكوردز يلي قدروا عملوا هالشيء الحلو معي اني انا اكون بهذا الفيلم، نادين طلباي واكيد شارل مريش حبيبي، شكرا كثير لكم. اول ذا بيست، وشكرا لكم، وادعوا لنا بالتوفيق اكيد، واحنا منتظرين الموفي. ان شاء الله. باي باي. ان شاء الله. شكرا كثير.